نموذج ذكاء اصطناعي جديد من شركة مايكروسوفت، مفتوح المصدر، مجاني، وبيتفوق على تشات جي بي تي. وتسلا هتخليك تتحكم بالعربية بتاعتك بمجرد صوتك. وسناب شات بتضيف أدوات جديدة بالذكاء الاصطناعي داخل التطبيق بتاعها. وانفيديا عملت تطبيق جديد بيخليك تقدر تتشات أو تدردش بالذكاء الاصطناعي مع مجلدات على الويندوز والكمبيوتر بتاعك. أهلا بيك في بودكاست الذكاء الاصطناعي مع حسام الدين حسن، البودكاست الأسبوعي اللي بكلمك فيه عن أحدث وأجدد وأقوى أخبار الذكاء الاصطناعي، وبكلمك فيه عن أداة قوية جدا بالذكاء الاصطناعي هتفرق معاك كتير في حياتك، واللي كمان بنقدم لك فيه مجموعة من الهدايا كل أسبوع، ومنها كورسات مجانية من خبير أونلاين. والفازوا معانا الأسبوع اللي فات هتلاقي دلوقتي أسمائهم على الشاشة، يقدروا يتواصلوا مع صفحة خبير أونلاين ويختاروا الكورس المناسب ليهم أو الكورس اللي تم تحديده الحلقة اللي فاتت. وكمان الحلقة دي إن شاء الله هيكون معانا هدايا تانية من خبير أونلاين، فتأكد إن أنت تتابع الحلقة للنهاية عشان نعلن عن الجزء ده وتقدر تشارك في المسابقة دي وبإذن الله تكسب معانا. ولو كنت تابعت معايا السلسلة الحلقات اللي فاتت وبتتابع الحلقة دي، فأرجو في نهاية الحلقة تكتب لي تحت في التعليقات كده رأيك في السلسلة وإزاي إن إحنا نطورها، بحيث إن إحنا إن شاء الله نقدم لك محتوى أكثر قيمة مع الوقت ويكون فيه فاليو أو فايدة أكتر. شركة مايكروسوفت بتطلق نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة ومفتوحة المصدر، ولكنها بتقدر تكتب محتوى وأكواد برمجية وأقوى من نماذج ذكاء اصطناعي كبيرة زي بتاع شات جي بي تي المشهور اللي هو جي بي تي 3.5. رحب معايا بالفاي 3، مجموعة كده أو عيلة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة مايكروسوفت، مفتوحة المصدر فهي مجانية، وفي نفس الوقت صغيرة أو بيقولوا عليها SLMs. والفكرة فيها بقى ببساطة إنها مفتوحة المصدر فمجانية، وفي نفس الوقت صغيرة، وبالتالي مش بتحتاج كومبيوتنج باور عالية، مش محتاجة جي بي يوز قوية جدا ولا أجهزة قوية جدا عشان تشتغل. لا، دي ممكن تشتغل على كمبيوترات أو لابتوبات أو آيبادات زي اللي موجودة معانا كلنا. الفكرة دي اتكلمنا عنها قبل كده، وهي فكرة إن احنا يكون الذكاء الاصطناعي قادر إن هو يشتغل على الأجهزة اللي معانا كل يوم من غير الحاجة الإنترنت بقى ولا كلاود ولا كل الحاجات دي بكل سهولة. وده بيتعمل بطريقتين أساسيتين، إن احنا نعمل نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة وبسيطة، والحاجة التانية احنا نقوي الهاردوير. فشفنا مثلا نماذج زي جيما من جوجل اللي المفروض وهدفه يشتغل على الأجهزة الصغيرة زي الموبايلات، وشفنا برضو يعني تسريبات كده بتتكلم عن أبل وإنها بتطور شرائح جديدة زي الM4 علشان تخلي على الماك وعلى الايباد وكل الاجهزه بتاعتها يشتغل الذكاء الاصطناعي وبسرعه كويسه. واللي منكم مش مدرك ده، عايزك تشوف الفيديو اللي عملته قبل كده وبيتكلم عن ان احنا ننزل موديل زي اللاما 2 مفتوح المصدر من ميتا المجاني، ونزلته وشغلته على جهاز كمبيوتر او لابتوب يعني قوي جدا، ومع ذلك كان بيكتب يعني بسرعه بطيئه، يعني بيكتب كلمه كده كل كام ثانيه، فموضوع معقد جدا، على عكس شات جي بي تي اللي شغال بسرعه كبيره. ووضحنا الفرق هناك، فلو انت عايز تدرك الموضوع ده ممكن بعد الحلقه دي تروح تشوف الفيديو. المهم بقى ان الفاي 3 من شركة مايكروسوفت بيجي بثلاث اصدارات، الميني وسمول وميديوم. الميني ده طبعا هدفه انه يبقى حاجة كده صغيرة وسريعة تشتغل على الاجهزة البطيئة، السمول يعني اصعب شوية وافضل، ولكن الميديوم نسبيا كبير، وان كان هو كان نموذج ذكاء اصطناعي مقارنة بالنماذج اللي موجودة زي الجي بي تي 3.5 زي لاما 3 وكل الحاجات دي، فهو نموذج صغير، ولكن تفوق في بعض الاختبارات على اللاما لاما 3 والمسترال والجي بي تي 3.5. فالفاي 3 ميديوم في المقارنة دي كان هو الأقوى من النماذج دي، وهسيب لك تحت رابط في الوصف لو أنت عايز تروح تجربه بنفسك وتستخدمه، موجود على هاجينج فيس وموجود برضو على منصة تانية، هسيب لك الرابط تحت تقدر أنت بعد الحلقة دي تروح تجربه بنفسك. وطبعا لو عايز تتعلم الطريقة اللي إزاي إن أنت تنزل نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر عندك على الكمبيوتر بتاعك وتستخدمها، فاتأكد أنت تشترك في القناة، وبرضو هسيب لك أكتر من فيديو بشرح فيهم الموضوع ده تعمله إزاي. شركة أنثروبيك المشهورة بنماذج كلود عملت حاجتين جداد قريب. اول حاجه انها اطلقت التطبيق بتاع الموبايل بتاعها في الاي او اس، وبالتالي متاح دلوقتي الايفون تروح تحمله وتستخدمه مباشره هناك، واضافت خطه مدفوعه جديده للفرق او للشركات. لو انت عندك شركه ومعاك فريق تكتبوا محتوى مثلا او بتحتاجوا حاجات مختلفه تستخدموا الذكاء الاصطناعي فيها، فتقدر تعمل اشتراك في الخطه دي ويدي لك بقى مميزات اكتر وامكانيات وسرعات اعلى. نروح شويه تجاه العربيات، وتسلا الشركه الكبيره والمشهوره بتاعت ايلون ماسك واللي بتعمل عربيات بتسوق نفسها عايزين يضيفوا ذكاء اصطناعي صوتي، وبالتالي بدل ما تبقى بتدوس على زرار مثلا عشان تعمل حاجه في العربيه بتاعتك، لا تتكلم مع العربيه. فتخيل كده
تدخل العربيه بتاعتك وعايز تروح الشغل فتقول للاي اي مثلا، تقول لتسلا تسلا تيك مي تو ذا ورك مثلا، او خديني للشغل، او تسلا تيك مي تو ذا ريستورانت وديني المطعم او ايا كان. حاجه زي كده بصراحه قويه جدا وجميله، ان انت تتحكم في العربيه بتاعتك بمجرد الصوت بتاعك والعربيه ترد عليك وتوجهك برضو بحاجات صوتيه. تطبيق السوشيال ميديا المشهور سناب شات ضاف او اوريدي ضاف من فتره ذكاء اصطناعي وهو الاي اي تشات. الفكره بقى انه بدا يطور ويضيف خصائص جديده للذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. مثلا دلوقتي تقدر ان انت تصمم الشخصيه الكرتونيه بتاعتك، ولكن الاجمل بالاي اي تبدا ان انت تغير اللبس بتاعه وتديله اشكال مختلفه وتعمل وتخصص الايموجيز بتاعتك اللي تستخدمها داخل التطبيق. وسناب شات اعلنوا ان هم خلال الفتره اللي فاتت دي زادت الزيارات بتاعتهم، وبالتالي الناس اللي بتدخل على سناب شات زادوا بنسبه تقريبا 10%، فده عدد كبير جدا. وانا اظن ان الذكاء الاصطناعي ووجوده واضافه الذكاء الاصطناعي في سناب شات كان ليه اثر ايجابي في هذا الجانب. فاللي عايز اقوله لك هنا ان الشركات اللي بتستثمر وبتدخل في التقنيات الجديده وبتضيفها وتضيف منها قيمه للعملاء بتوعهم هم دول الشركات اللي بتكبر. وانت برضو استثمر في نفسك، تاكد انت تشترك في القناه، لان انا هنا بكلمك على كل ما هو جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، والاهم من كده ازاي انت تستفيد منه في حياتك. فسواء كنت طالب او كنت شخص عندك شغف بالتقنيه او شخص بيشتغل في اي مجال ايا كان، فالذكاء الاصطناعي ممكن يفيدك بشكل ما او باخر. فده اللي انا بكلمك عليه هنا في القناه، فتاكد ان انت تتابع باذن الله. ازاي شركه ميتا بتكسب من الذكاء الاصطناعي، وهل في وقت من الاوقات ممكن ميتا تدفعنا فلوس على ادوات الذكاء الاصطناعي زي اللي اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات، وهي انها بتضيف دلوقتي او اوريدي ضافت ولكن مش متاح في كل البلدان اي اي ميتا او ميتا اي اي، متاح في الواتساب وهيبقى متاح في فيسبوك وفي كل تطبيقات ميتا تقريبا، ومعمول له ويب سايت مخصوص تقدر تروح تستخدمه لو انت في الدول المتاح فيها. فالفكره بقى كل الحاجات دي لحد دلوقتي مجانيه، فهل في وقت من الاوقات ميتا ممكن يعني تطلب اشتراك او تطلب منك ان انت واتساب عشان تستخدم الاي اي فيتشرز اللي فيه تدفع فلوس او لا؟ في لقاء قريب اتعامل مع مارك زوكربيرج سالوه السؤال ده بشكل مباشر، فقال لهم احنا بالفعل بنكسب من الذكاء الاصطناعي في منتجاتنا واضافته بدون اصلا ما ندفع الناس فلوس. ودي حركة ذكية جدا ميتا بتعملها وشركات تانية كتير، انها بتدي لك مميزات بتكلفها فلوس ولكنها بتكسب منها بشكل غير مباشر. فكان بيقول ان احنا لما بنضيف للعملاء بتوعنا وللمستخدمين بتوعنا مميزات بالذكاء الاصطناعي مجانية بتخليهم يجوا على المنصات بتاعتنا واتساب فيسبوك وغيرهم ويستخدموا المنصات دي بشكل اكبر، وبالتالي المعلنين بيدفعوا فلوس اكتر علشان يوصلوا لهم، وبالتالي احنا بنكسب. فاحنا ما عندناش خطة ان احنا ندفع العملاء او اليوزرز او المستخدمين فلوس علشان يستخدموا المميزات دي. وانا شايف حاجه زي كده بصراحه حلوه جدا، لانه تخيل ان النهارده حتى مايكروسوفت كوبايلوت اللي هو مازال مجاني، بس عشان تستخدم خاصيه زي ضلقي وتحول اي نص الى صوره يعني موجود عندك ولكن بسرعات بعد شويه بتبقى محدوده، فبتحتاج تدفع فلوس عشان تاخد الخاصيه دي بسرعه كبيره، بتدفع $20 في الشهر. فتخيل لو ده كلام موجود اوريدي بشكل مجاني من ميتا، بصراحه حاجه زي كده هتكون غايه جدا وهتتيح لنا ان احنا نستخدم الحاجات دي بشكل مجاني من غير ما نحتاج ندفع اي حاجه. ولكن قال برضو ان ممكن التقنيات دي توصل لدرجه معينه يحتاجوا ان هم يخلوا في خطه مجانيه وخطه مدفوعه، يعني تقريبا هيبقوا زي الشركات كلها، ولكن في الوقت الحالي هي موجوده مجانيه لو انت في دوله مدعومه ممتاز جدا ممكن تستفيد من ده، لو لا فهنستنى لحد ما اغلب الدول تبقى متاحه وبالتالي نستفيد من الخصائص دي احنا كمان. في اللقاء ده برضو مع مارك اتكلموا عن نظارات الريبان او النظارات اللي اتعملت ما بين ريبان وميتا واللي ضافوا ليها مؤخرا ذكاء اصطناعي. مارك ما كانش مقتنع ان المنتج ده هيحقق نجاح كبير ولا الناس هتهتم بيه قوي الا لما يوصل لمرحله معينه، ان المرحله دي ان النظاره نفسها تبقى حرفيا بتقدر ان العدسات دي اللي موجوده يظهر عليها كلام بشكل يعني بشكل واقعي بشكل كبير جدا، وده لسه ما وصلهولوش. بس الفكرة ان اضافة الذكاء الاصطناعي للنظارة خلى ناس كتير جدا تتقبلها وتحس انها منتج قيم وفي فاليو كبيرة، مع انهم لسه ما وصلوش للتقدم ده. والفكرة هنا بنأكد برضو ان الاستثمار في تقنيات جديدة زي الذكاء الاصطناعي فعلا بيفرق كتير جدا، وحتى بيتفوق على توقعات ناس كبيرة في المجال، هم يعني من اكبر المستثمرين اصلا في المجال ده. فما بالك احنا بقى كاشخاص وكشركات صغيره لو وظفنا الاي اي في الشغل بتاعنا، الموضوع هيفرق معانا بشكل عامل ازاي. مجلات اخباريه كبيره وعالميه بترفع قضيه على شركه مايكروسوفت واوبن اي اي، ليه؟ علشان بيتهموهم ان هم خدوا المقالات بتاعتهم اللي ليهم طبعا حقوق ملكيه عليها واستخدموها في تدريب الذكاء الاصطناعي بدون اذن منهم. وحاجه زي كده حصلت وشفناها كتير وغالبا هتحصل بشكل يومي، وهي انه الشركات اللي بتدرب ذكاء اصطناعي هي دايما المشكله في الداتا او في البيانات،
فهو عايز يدرب نموذج لغوي زي تشات جي بي تي او الجي بي تي 3.5 يعني، فبيروح يجيب بيانات مقالات كتب وهكذا ويدرب الذكاء الاصطناعي عليها. عايز يعمل موديل زي صوره فبيروح يجيب فيديوهات وصور ويدرب الذكاء الاصطناعي عليها وهكذا. فالفكره ازاي يجيب بقى عدد كبير جدا من البيانات دي، فبيروح للانترنت يوتيوب مثلا يجيب حمل شويه فيديوهات ويدرب عليها الاي اي، ولكن ده مش مسموح بيه المفروض، وبالتالي بتلاقي الشركات دي بتروح وترفع عليهم قضايا. وممكن وده بقى اللي انا عايز اكلمك فيه، هتقول لي انا يفيدني ايه ولا يهمني ايه حاجه زي كده، يهمك في حاجه مهمه جدا، انه المنصات دي احنا النهارده بنستخدمها. انا بستخدم دال اي مثلا اللي تم تدريبه على صور من منصات تانية كبيره. لو المنصات دي رفعت قضايا على اوبن اي اي وخلتها تقفل خدمه زي دال اي وانا بستخدمها، بني منتج عليها او بعتمد في شغلي بشكل ما او باخر عليها، فانا ممكن اتاذي. عشان كده بقول لك حاجه زي كده، وبقول لك خلي دايما عندك بدائل. لو انت عامل منتج سوفتوير از سيرفيس او بتقدم خدمه للناس باستخدام سوفتوير وبتعتمد على اي بي اي من اوبن اي او من غيرهم، فخد بالك انه لو هم اتضروا ممكن انت كمان السوفتوير بتاعك او الشغل بتاعك يتاذي. فلو انت مثلا بتستخدم دال اي 3 لتوليد الصور وبتستخدمها في شغلك سوشيال ميديا او ايا كان، فخلي عندك بديل زي ستيبل ديفيوجن، اعرف ازاي تستخدمه، حمله على الكمبيوتر بتاعك واستخدمه بشكل كويس وتعلم تطلع منه نتائج كويسه ازاي، بحيث ان انت لو ضل ايه لاي سبب من الاسباب وقف او اوبن اي اي اتضرت فانت تبقى في الامان وعندك بدايل. والحاجه الثانيه، لو انت عندك القدره تدخل في مجال الذكاء الاصطناعي وتعرف تعمل مودلز انت بنفسك او بشركتك، فساعتها هنا الموضوع يبقى اقوى كتير وما توقعش في نفس الغلط بتاعهم بتاع البيانات، ويوجد طريقه بديله ما توقعكش في مشاكل بعد كده وقضايا وحوارات زي دي. وبما اننا لحد دلوقتي عمالين بنتكلم في حاجات كبيره جدا وفيها نسبيا تعقيد وانت مكمل معايا الحلقه لحد دلوقتي، فانا بشكرك جدا وعايز اقول لك على هديه الحلقه دي، وهي كورس مجاني من خبير اونلاين. وهنا هتقدر تختار اي كورس من منصه خبير اونلاين وتكسبها بشكل مجاني تماما. وعلشان تشارك معانا اتاكد انت تكمل الحلقه للنهايه، وانزل تحت اكتب لي تعليق عن اي موضوع او اكتر موضوع لفت انتباهك او عجبك في اللي احنا بنتكلم فيهم على في الحلقه دي، وكمان حاول كده تقول لي رايك. يعني مثلا لو انت شايف ان حاجه زي وجود عربيه بتشتغل بالاي اي حاجه مميزه، قول لي رايك كده، دي حاجه ممكن تفرق معانا ازاي، هل انت حابب تستخدمها، خايف تستخدمها ولا لا، او اي تعليق زي ما قلنا على اي موضوع اتكلمنا فيه في الحلقه دي. شركه انفيديا، ايوه الشركه اللي بتعمل جي بي يوز ومكسره الدنيا ومن اعلى الشركات على مستوى العالم النهارده، الشركة دي استحوذت على شركة تانية ب 700 مليون دولار. الفكرة بقى ان الشركة دي ببساطة بتعمل حاجة كده بتزود كفاءة شغل الجي بي يوز او كروت الشاشة باختصار، يعني في شغلها بالذكاء الاصطناعي. الكروت دي بيعتمد عليها في تشغيل الذكاء الاصطناعي، وفي عندهم حاجات غير اللي هي بتاعتنا بتاعت اللابتوبات والكمبيوترات بتبقى معموله للشركات الكبيره زي اوبن اي اي مثلا، مايكروسوفت وغيرهم. فالفكره ان هم عايزين يحسنوا من كفاءه الهاردوير اللي بيبيعوه ده، فاشتروا شركه بتعمل او بتحسن كفاءه الشغل بتاع الاي اي على الجي بي يوز دي، ولكن باستخدام سوفت وير وبتقنيات نسبيا متقدمه. وفي الحقيقه اللي انا عايز الفت انتباهك ليه هنا، ان الشركه دي اتاسست من حوالي 6 سنين بس، واللي اسسها اتنين كانوا طلبه بيدرسوا دكتوراه وماجستير وعملوا الشركه دي مع بعض. شركه ما تاسستش واخدت عشرات السنين علشان تكبر، الشركه دي دخلت في حته في احتياج قوي ليها في تقنية كبيرة وبتكبر، وعلشان كده في الآخر في خلال 6 سنين وصلت قيمتها ل 700 مليون دولار واشتريتها انفيديا. وفي الحقيقة الشركة دي طلعت من اللي ما يتسموش، والفكرة هنا أنا عايز ألفت انتباهك إن هم قد إيه بيهتموا بالتقنيات الجديدة وبيستثمروا فيها كويس جدا، وبيهتموا بيها في التعليم من هم صغيرين جدا وفي الجامعات، وبيدعموهم بشكل كبير علشان يوصلوا للنتائج اللي أنت شايفها دي. تخيل لو شركة زي كده طلعت من مصر مثلا واتباعت ب 700 مليون دولار، مبلغ زي ده ممكن يتم استخدامه بشكل حلو جدا، سواء الفاوندرز نفسهم هيعملوا بيه حاجه، هتروح طبعا ضرايب للبلد وكل الكلام ده. وفي الحقيقه احنا نقدر برضو ننتج يعني تقنيات زي كده وشركات كبيره زي كده، ومش موضوع مش معقد ولا صعب، بس احنا محتاجين نستثمر في هذا المجال وندخل فيه ونتعلم فيه. فهنا انا على القناه بكلمك على يعني التقنية، أخبارها، الجديد فيها، إزاي تستفيد من بعض الحاجات اللي هي منتج منها، ولكن مش بكلمك عن الإنتاج، والإنتاج هو الأهم بصراحة. عشان كده بشجعك وشجعتك في الحلقة اللي فاتت تتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي أو تعلمها لأولادك أو أحفادك أو أي حد ممكن حواليك يدخل في التقنية دي من بدري ويبدع فيها ويتقدم فيها ويعمل حاجة كبيرة في وقت من الوقت كلنا نفخر بيها. فهسيب لك رابط تحت للحلقة اللي فاتت تقدر تروح تتفرج عليها وتشوف الجزئية اللي كلمتك فيها عن قنوات، وهسيب لك الرابط طبعا بتاعتها تحت، قنوات تتعلم منها البرمجة والذكاء الاصطناعي علشان تكون واحد من اللي بينتجوا التقنية دي وبيحدثوا أثر حقيقي.
وطبعا لو عملت حاجة فعلا قوية اتواصل معايا وانا هبقى عندي استعداد ان شاء الله ان انا اتكلم الناس عنها. لو منتج عملته ممكن يفيد الناس هطلع اتكلم عنه، مش محتاج منك اي حاجة، يكفي ان انت تتحرك ويلا نتحرك كلنا مع بعض. واخيرا بفكرك ان لينا اخوات مستضعفين، فعلى الاقل خلينا نفتكرهم في دعوتنا. ودلوقتي نختم مع بعض بالفقرة المميزة واللي بحبها جدا، وهي اقوى اداء او برنامج بالذكاء الاصطناعي للاسبوع ده. ومعايا المرة دي حاجة من انفيديا بما اننا اتكلمنا عنها النهاردة، اسمها شات RTX. والفكرة فيها ببساطة انه بيتيح لك تستخدم برامج او ادوات ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر داخل الكمبيوتر بتاعك، وتقدر تتشات مع فولدر كامل، مجلد كامل في مجموعة من الملفات PDF تكست دوكيومنت وحتى صور، وتسأله بعض الاسئلة هيبص في الملفات دي كلها ويرد عليك. يعني انت متخيل حتى الصورة بيفهمها وبيحللها ويرد عليك وفقا للي موجود فيها. أداة زي كده موجودة بشكل مجاني تماما، ولكن بتشتغل مع سلسلة الـ RTX 30 و 40. يعني لازم يكون معاك RTX مثلا 30 60 70 80 أيا كان، أو من سلسلة الـ 40 علشان تشتغل معاك. وأسيب لك الرابط بتاعه تحت، ده غير إن أنا إن شاء الله بجهز لشرح كامل هتكلم عن الأداة دي وهندخل في التفاصيل فيها وإزاي نستخدمها وإزاي نستفيد منها. فأتأكد برضو إن أنت تكون مشترك في القناة، ولو التوتوريال ده كان متاح إن شاء الله هسيبه لك هنا يمين أو شمال أو تحت في التعليقات، فتأكد انت تشوفه وبإذن الله يفيدك. وكالعادة لو كان عندك اي اسئلة اكتبها لي تحت في التعليقات، ولو حابب تتواصل معايا مباشرة تقدر تعمل ده من خلال لينكدين او من خلال جروب التليجرام.